تقريبا محاضرتين بعد المحاضرة ديت هنحاول ندي شابتر 4 في محاضرة ونص كده، واخر نص محاضرة زي ما قلنا لكم هنكلمكم عن نظام الامتحان في الفاينل هيبقى ايه، لانه هيبقى مختلف عن السنين اللي فاتت زي ما اتفقنا. هيبقى ام سي كيو، هيبقى مالتي تشويز. هنحاول نكلمك عن الامتحان عشان الناس اللي هي متخوفة من الامتحان. هنشرح المسائل هتبقى ازاي هتيجي في الامتحان. النهارده هو ما خدوش بالهم هم الظاهر يعني. هناخد تيلور اكسبانشن، تيلور اكسبانشن خدتوا تيلور قبل كده يا جماعه في الجبر ولا حاجه؟ طيب تيلور اكسبانشن بيقول ايه؟ لو انا عندي داله اف اوف اكس عاوز اعبر عنها بكثيره حدود بي ان اوف اكس حوالين الراوند حوالين نقطه اكس تساوي ايه؟ يبقى لو انا عندي اي داله اهي، اي داله دي، اي داله يقدر يعبر عن الداله دي بكثيره حدود من الدرجه ان، هيحدد لي هو درجه كثيره الحدود. بيجيبها ازاي يا جماعه الموضوع ده؟ فبيجي بيقول لي ان اف اوف اكس بتساوي اف اوف ايه، اول حد قيمه الداله عند النقطه اللي انا بفك حواليها اللي هي نقطه اكس يساوي ايه، زائد اكس ناقص ايه على مضروب واحد في اف داش اوف ايه، زائد اكس ناقص ايه لكل تربيع على مضروب 2 اف دبل داش عند الايه، زائد اكس ناقص ايه تكعيب على مضروب 3 التفاضل الثالث، زائد في الاخر حاجه اسمها الريميندر اللي هي نسبه الخطا، نسبه الخطا. لان عمليه ان انا داله اف اوف اكس افكها على صوره كثيره حدود دي في عمليه فيها تقريب، ما هيش دقيقه بنسبه 100%، فبيبقى في نسبه خطا اسمها ار ان اوف اكس. الصورة دي يا جماعة اسمها تيلور اكسبانشن. طيب في مفكوك تاني اسمه ماكلورين، ماكلورين اكسبانشن اللي هو مفكوك ماكلورين، ده مفكوك تيلور. مفكوك ماكلورين هو نفسه مفكوك تيلور، ولكن النقطة اللي بفك عندها هنا زيرو، يعني بيبقى الدالة اف اوف اكس بيفكها لي بكثيرة حدود بي ان اوف اكس ات اكس يساوي زيرو، يبقى الايه هنا بقت زيرو. فبيكون شكل الدالة اف اوف اكس بمفكوك ماكلورين هي اف عند مين بقى؟ دي قد قيمة الدالة عند الايه، هنا بقت قيمة الدالة عند الزيرو، زائد اكس على مضروب واحد اف داش عند الايه، يعني شيل الايه هنا وحط بدلها زيرو، يبقى ده مفكوك ماكلورين، زائد اكس تربيع على مضروب 2 اف دبل داش عند الزيرو، زائد اكس تكعيب على مضروب 3 التفاضل الثالث، وعندي برضو نسبة ايه يا جماعة؟ عندي فيه نسبة ايرور في المفكوك ده برضو. يبقى فكرة تيلور وماكلورين ان انا بفك اي دالة ايا كان شكلها، ساين كوزاين لين، اي دالة اقدر احولها لكثيرة حدود بالشكل ده، متسلسلة اهي، زائد نسبة
ايرور. المسألة بتيجي ازاي؟ بيقول لي اكسباند اف اوف اكس واحد على اكس ناقص واحد ناقص واحد الراوند حوالين اكس يساوي زيرو تو جيت لينير كوادراتيك كيوبك بولونوميا. مسألة بتيجي حاجة بالشكل ده يا جماعة، مديني دالة اف اوف اكس اهي واحد على اكس ناقص واحد ناقص واحد، الفك هنا حوالين مين يا جماعة؟ دي تبقى مين؟ دي تبقى ماكلورين. تمام كده؟ توجد مرة عاوز لينير يعني عاوز كثيرة حدود من الدرجة الأولى، يبقى مرة كثيرة الحدود البولينوميال اللي هتجيبها لي دي تكون من الدرجة الأولى، تكون من الدرجة الأولى يعني أعلى أس إكس أس كام يا جماعة؟ يبقى هيفك كام حد؟ حدين. طيب لو هو عاوز كوادراتيك من الدرجة الثانية، لو هو عاوز كثيرة حدود من الدرجة الثانية يبقى هياخد كام حد؟ ثلاث حدود. طيب كيوبك لو هو عاوز كثيرة حدود من الدرجة، عاوز كثيرة حدود من الدرجة الثالثة هياخد لغاية اكس ايه؟ لغاية اكس ايه يا جماعة؟ لغاية اكس تكعيب. طيب باجي امسك الدالة اللي عندي، ادي اف اوف اكس بتساوي واحد على اكس ناقص واحد ناقص واحد. طيب قيمة الدالة أول حد عندي بيبقى قيمة الدالة عند الإيه؟ عند الزيرو. تعال شيل الإكس وحط بدلها زيرو تدي لي إيه يا جماعة؟ سالب 2. يا دي إكس ناقص واحد ولا واحد ناقص إكس؟ يا واحد ناقص إكس آسف. واحد ناقص إكس. حط الاكس بزيرو كده تطلع بكام؟ تطلع بزيرو. طيب هات اف داش اوف اكس كده يا جماعه، تفاضل الداله طبعا ديت هيديك ايه هنا؟ ده هيديك واحد ناقص اكس لكل تربيع ها زيرو ناقص تديني زائد واحد كده صح كده؟ يعني هتديني واحد ناقص اكس الكل اس كام؟ اس سالب 2. طيب الاف داش عند الزيرو تديني كام يا جماعه؟ تدي واحد. تعال شيل الاكس وحط بدلها هنا زيرو. طيب اف دبل داش تديني سالب 2. واحد ناقص اكس اس سالب 3 في سالب واحد تبقى دي ايه؟ يبقى بتساوي 2 على 1 ناقص اكس ايه؟ تكعيب. ادي الاف دبل داش. طيب اف دبل داش عند الزيرو تديني قد ايه؟ تديني 2. طيب فاضل كمان مره اف 3 داش اوف اكس سالب 6 1 ناقص اكس اس سالب 4 يبقى بتساوي 6 على 1 ناقص اكس اس 4. طيب اف 3 داش عند الزيرو تديني كام؟ تديني 6. طيب اجي الاول اللينير عاوز كثيرة الحدود اللي هي بسميها بي واحد وفي اكس كده اللي هي بتساوي اف نوت زائد اكس على مضروب واحد اف داش عند الزيرو صح كده يا جماعة؟ مش دي تديني اللينير؟ عوض كده بقى هتساوي
عند الزيرو بكام؟ بواحد. زائد اف داش عند الزيرو بكام؟ بواحد. يبقى واحد زائد كام؟ يبقى ادي كثيرة الحدود من الدرجة الأولى يا جماعة، واحد زائد اكس. طيب لو أنا عاوز أجيب كوادراتيك، بي 2 هتبقى اف اوف 0 زائد اكس على مضروب 1 اف داش زائد اكس تربيع على مضروب 2 اف دبل داش. طيب هتساوي ادي 1 زائد اكس، ده اداني كام يا جماعه؟ اف دبل داش ب 2، 2 هتروح مع ال 2 يبقى زائد مين؟ نعم. دي بكام؟ بزيرو كده، يبقى اكس. ودي بكام؟ بزيرو، يبقى بتساوي اكس زائد ايه؟ زائد اكس تربيع. طيب عاوز الكيوبك اللي هي البي كام؟ البي 3 هتبقى اف اوف 0 زائد اكس اف داش زائد اكس تربيع اف دبل داش زائد اكس تكعيب اف ايه؟ اف 3 داش. احنا قلنا ديت بكام؟ ب 0. والاف داش دي بكام؟ والاف دبل داش والاف 3 داش ب 6. هتساوي هنا اكس، هنا الاثنين تروح مع مضروب 2 صح؟ طيب والسته تروح مع مضروب 3 صح؟ يبقى زائد اكس ايه؟ ادي البي ايه يا جماعه؟ يبقى اللي حصل هنا ايه؟ ان انا عندي داله اف اوف اكس 1 على 1 ناقص اكس ناقص 1، لما عبرت عنها بكثيرة حدود من الدرجة الأولى ادتني اكس، لما عبرت عنها بكثيرة حدود من الدرجة الثانية ادتني اكس زائد اكس تربيع، لما عبرت عنها بكثيرة حدود من الدرجة الثالثة اكس زائد اكس تربيع زائد اكس تكعيب. شايف ان تيلور وماكلورن سهلين يا جماعة، مفيش اسهل من كده، وخصوصا ان احنا لغينا الريميندر ده له معادلة على فكرة. احنا لغينا المعادله بتاعه الريميندر ديت، في معادله عندك في الكتاب عليها احنا لغيناها. طيب لو انا عندي بيقول لي consider f of x بتساوي الجذر التكعيبي والa بتساوي 27، calculate b 3 of x then find الجذر التكعيبي ل 26. شوف المسألة دي كده، دي هتبقى تيلور ولا ماكلورين يا جماعة؟ لو انا عندي دالة اف اوف اكس هي عبارة عن عاوز يحسب كثيرة حدود من الدرجة الكام؟ من الدرجة الكام كده يا جماعة؟ التالتة، يعني هيقف لغاية ها لما تيجي تكتب لي بي 3 اوف اكس هتساوي، احنا قلنا اولا قيمة الدالة عند مين هنا؟ 27 زائد اكس ناقص على مضروب كام؟
في قيمة التفاضل عند مين؟ زائد x ناقص 27 تربيع على مضروب 2 f دبل داش زائد x ناقص 27 على مضروب في التفاضل ايه؟ تمام يا جماعه؟ يبقى انا كده جبت كثيرة حدود من الدرجة التالتة بالقرب من نقطة 27، صح كده يا جماعة؟ طيب لما اجي، السلام ورحمة الله، لما اجي احسب الجذر التكعيبي ل 26، يبقى هو شال ايه وحط 26 يا جماعة؟ يبقى هيجي في المعادلة دي كده ويشيل كل اكس ويحط بدلها ايه؟ 26. يبقى لو هو جه في كثيرة الحدود دي شال اكس وحط 26، وشال اكس هنا وحط 26، وشال دي وكده وجمعتهم، يطلع لك تقريبا ده الجذر التكعيبي ل 26، وممكن تشوفها بالآلة الحاسبة، بس طبعا دي فيها تقريب، مش هتطلع زي الآلة الحاسبة بتاعتك. ليه بقى؟ لو أنا عاوز أطلع دقة عالية، أنا خدت كام حد هنا؟ 1 2 3 4، عشان تطلع زي الآلة الحاسبة خد 100 حد. طبعا 100 حد دي هتاخد معاك وقت كبير جدا، لان احنا قلنا ان العمليه فيها ايه يا جماعه؟ فيها تقريب. مش احنا قلنا في الاخر كده في حد اسمه ايه؟ الار ان اوف اكس، فهذه نسبه خطا، فعشان تزود دقتك تزود عدد الحدود، وطبعا ده بياخد وقت كتير. طيب بتيجي تعمل ايه؟ الاف اوف اكس بتساوي الجذر التكعيبي الاكس، يعني بتساوي اكس اس ايه؟ طيب قيمة الدالة عند ال 27 تساوي ايه يا جماعة؟ بتساوي ايه؟ الجذر التكعيبي لمين؟ ل 27. طيب بعد كده بجيب اف داش اللي هي بتساوي تلت اكس اس كام؟ وبعد كده تجيب الاف داش عند 27، اف دبل داش تساوي سالب 2 على 9 اكس اس سالب كام؟ وبعدين تجيب الاف دبل داش، وبعدين اف 3 داش هتساوي 10 على 27 اكس اس سالب 8 على 3، وبعدين تجيب مين يا جماعه؟ وتحسبه وتروح معوض بالقيم دي فين؟ هنا وهنا وهنا وهنا. يبقى انت كده جبت مين؟ يبقى انت كده جبت البي 3. ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني انك هتجيب بي 3 لما الاكس تساوي كام؟ 26. هتلاقيها طلعها وهاتها، هتلاقي قريبه من الاله، من القيمه اللي تطلع الاله الحاسبه، بس ممكن في اول رقم 10 او اول رقمين عشريين، لكن هتلاقي الدقه صغيره لان انا خدت اربع حدود بس. عشان ازود الدقه يا جماعه في تيلور وماكلورين لازم ازود عدد الحدود، لان حدين او ثلاثه ده دقه ضعيفه قوي. طيب ايه رايكم في تيلور وماكلورين يا جماعه؟ فيهم مشاكل؟ تعالى حتى لو جه فيهم سؤال سهل، مفيش فيهم اي مشاكل كده بالنسبة لتيلور وماكلور. واحنا قلنا ماكلورن هو تيلور بس عندي اكس او الايه بتساوي زيرو، النقطة اللي انت بتفك حواليها نقطة الزيرو. طيب دي كانت الجزئية الاولانية. عاوز اتكلم على نقطة جديدة بالنسبة لكم، الناس تركز معايا. نقطة نقطة مهمة جدا جدا. العنوان ده ما اديناهوش بقاله سنتين ثلاثة، اللي هو الاسمبتوتس. حد عارف يعني ايه كلمة اسمبتوتس؟ خطوط ايه؟
خطوط التقارب، خطوط التقارب. خطوط التقارب. خطوط التقارب ديت اللي هي ممسات عند المالا نهايه. هي خطوط مماس بس عند المالا نهايه، يعني ما بتلطش المنحنى. زي فاكرين يا جماعه واي يساوي واحد على اكس، كانت شكلها عامل ازاي؟ مش كان دي رسمة واي تساوي واحد على اكس؟ هل المنحنى كان بيمس محور الواي ده؟ بيمسه فين؟ عند المالا نهاية. وهل المنحنى ده بيمس محور الاكس؟ عند المالا نهاية. ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا. طيب ادام المنحنى ده من فوق ومن تحت بيمس محور الواي عند المالا نهايه، فبسمي محور الواي اللي هو اكس يساوي زيرو السمبتوت، خط تقارب. يبقى اكس يساوي زيرو اسمه فيرتيكال السمبتوت، خط تقارب رأسي، صح كده؟ ادي مفهوم الاسمبتوت. طيب لو بصينا للمنحنى ومحور الاكس، ادي محور الاكس اهو. المنحنى بيمس محور الاكس من هنا من على اليمين عند المالا نهايه، ومن هنا عند السالب مالا نهايه، بس في النهايه مستحيل المنحنى يمس محور الاكس. فبقول ان محور الاكس اللي هو معادلته ايه؟ واي يساوي زيرو اسمه هوريزونتال السمبتوت. وصل لكم معنى كلمة الاسمبتوتس يا جماعة؟ هي ممسات عند المالا نهاية، هي خطوط تقارب للدالة، مستحيل الدالة تتقاطع مع أي اسمبتوت. طيب كده المعنى وصلنا تقريبا. طب أنا عندي كام نوع من الاسمبتوت؟ كام نوع؟ هنحاول نقصر الموضوع انواع الاسبتوتس. ثلاث انواع يا جماعه، الهوريزونتال والفيرتيكال والانكلايند. يعني ايه انكلايند؟ او اوبليك او الاسلام. تلاتة بنفس المعنى يا جماعة. ده خطوط تقارب افقية، خطوط تقارب رأسية، خطوط تقارب مائلة. يبقى انواع الخط يا افقي يا راسي يا مائل. في حاجه رابعه؟ يبقى انا عندي انواع الاسمبتوتس يا جماعه ثلاث انواع، وهناخد الثلاثه، الثلاثه عليك. طيب اعرفهم ازاي؟ مبدئيا مبدئيا احنا هنحط كثيره الحدود اللي عندك على صوره
ان اوف اكس على دي اوف اكس. يبقى احنا هنكتفي اتفقنا ان شاء الله هنكتفي بالدالة الكسرية، لان الاسيمبتوتس دي ممكن يكون لدالة مش كسرية، لكن احنا ان شاء الله هناخد خطوط التقارب الخاصة بالدالة الكسرية. طيب هنطلع خطوط التقارب ازاي؟ ركز معي. لو انا عندي f of x بتساوي n of x على d of x، افترض دي الدالة اللي انا هجيبها لك واقول لك بقى اختار اولا الفيرتيكال اسيمبتوتس، اختار الهوريزونتال اسيمبتوتس، اختار الانكلايند اسيمبتوتس، اختيار. يبقى انا ممكن اجيب لك دالة كده وسيادتك طبعا تختار الايه الاسيمبتوتس بتاعنا. ده رقم واحد. رقم اربعة رسمة الدالة، وده المهم قوي عندنا. طيب لو انا عندي دالة كسرية ان اوف اكس على دي اوف اكس على صورة ان اكس اس ان ان ناقص واحد اكس اس ان ناقص واحد ان ناقص اثنين اكس اس ان ناقص اثنين على بي ان بي ام اكس اس ام او اكس اس ان، خليها بي ان اكس اس ان زائد بي ان ناقص واحد اكس اس ان ناقص واحد زائد بي ان ناقص اثنين اكس اس ان ناقص اثنين وهكذا. افتراض عندي كثيرة حدود يا جماعة بالشكل ده، وعاوز اجيب الاسيمبتوتس. اول حاجة الفيرتيكال اسيمبتوتس، خطوط التقارب الرأسية. هي نقط اصفار المقام، ودي جميله سهله خالص. يبقى اي داله كسريه الفيرتيكال اسيمبتوتس بتبقى عند نقط ايه يا جماعه؟ اصفار المقام. طيب نيجي للهوريزونتال اسيمبتوتس. الهوريزونتال اسيمبتوتس يا جماعة بتبقى موجودة في حالتين، لها وجود في حالتين فقط. واحد درجة البسط تكون تساوي درجة ايه يا جماعة؟ تساوي درجة المقام. في الحالة دي بيبقى الهوريزونتال السمبتوت بيساوي معامل اكس بكبر اس في البسط على معامل اكس باكبر اس في المقام. يعني في الحاله اللي قدامنا ديت كده يبقى الهوريزونتال السمبتوت واي هتساوي اي ان على بي ان، معامل اكس باكبر اس في البسط على معامل اكس باكبر اس في المقام. طيب رقم اثنين، اذا كانت درجة البسط اقل من درجة المقام، في الحالة دي بيبقى الهوريزونتال اسيمبتوتس واي يساوي زيرو. يبقى الهوريزونتال اسيمبتوتس يا جماعه خطوط التقارب الافقيه هتبقى موجوده في حالتين، لو درجه البسط تساوي درجه المقام زي كثيره الحدود دي هيبقى معامل اكس باكبر اس في البسط على معامل اكس باكبر اس في المقام. طب درجه البسط اقل من درجه المقام، يبقى المعادله بتاعه الهوريزونتال اسيمبتوتس واي يساوي زيرو. طيب افتراض ان درجه البسط اكبر، درجة
لا توجد خطوط تقارب أفقية. يبقى لو درجة البسط أكبر من درجة المقام مش هيبقى فيه خطوط تقارب أفقية. السمبتوتس درجة البسط تساوي درجة المقام أو درجة البسط أعلى. نيجي رقم 3 الانكلايند السمبتوتس. هتلاقيها مكتوبة في الكتاب الأوبليك أو السلاند. كل دول بنفس المعنى يعني خطوط تقارب مائلة. طيب وقت بتبقى موجودة يوجد خطوط تقارب مائلة للدالة في حالة درجة البسط أكبر من درجة المقام. يبقى عشان الدالة الكسرية اللي عندك دي يبقى لها خطوط تقارب مائلة لازم درجة البسط تبقى أكبر، وبالنسبة لنا احنا تكون أكبر بمقدار واحد. يعني الحالة اللي احنا هندرسها الحالة المقررة درجة البسط أكبر من درجة المقام بمقدار واحد فقط. ادي يا جماعة حالات الاسمبتوتس. الفيرتيكال اصفار المقام، عند نقط اصفار المقام نقط عدم التعريف دي بتبقى الفيرتيكال اسمبتوتس. الهوريزونتال في حالتين درجة البسط تساوي درجة المقام، باخد معامل اكس باكبر اس فوق على معامل اكس باكبر اس تحت ويبقى واي يساوي الكلام ده، هي معادلة الهوريزونتال اسمبتوتس. درجة البسط اقل من درجة المقام، الهوريزونتال اسمبتوتس واي يساوي زيرو. لكن لو درجة البسط أكبر من درجة المقام مش هيبقى فيه خطوط تقارب أفقية. أمال يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه inclined asymptotes، خطوط تقارب مائلة. يبقى يوجد خطوط تقارب مائلة للدالة في حالة درجة البسط أكبر من درجة المقام. الحالة المقررة إن درجة البسط أكبر من درجة المقام بمقدار واحد. طيب بجيب إزاي يا جماعة المعادلة؟ عندي f of x بتساوي n اوف اكس على مين؟ فاكرين في القصور الجزئيه لما كان داله كسريه درجه البسط اكبر من درجه المقام كنا بنعمل ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها مطوله، صح؟ يبقى بنقسم البسط على المقام اسمها مطوله. مش كان الناتج بيديك حاجه اسمها الكيو اوف اكس زائد الار اوف اكس اللي هو الريميندر؟ مش ده اسمه خارج القسمه يا جماعه؟ وده ايه؟ وده الباقي الريميندر. كنت لما تيجي تقسم البسط على المقام. طيب هنا بقى يبقى واي تساوي كيو اوف اكس هي الانكلايند ايه؟ اسمبتوت. يبقى الكيو اوف اكس دي واي تساوي كيو اوف اكس هي معادله الخط المايل اللي هو خط التقارب المائل للدالة. تعالي كده الموضوع سهل. فاكرين واي تساوي واحد على اكس؟ نرجع بقى تاني. بترسمها ازاي؟ الدالة دي لها خط تقارب رأسي فيرتيكال عند ايه؟ عند اكس يساوي اصفار المقام اللي هي اكس يساوي ايه؟ زيرو. ركز معايا بقى. يبقى الفيرتيكال السمبتوت اكس يساوي ايه؟ مش حسب التوصيف بتاعنا. طب لها هوريزونتال ولا انكلايند؟ درجه البسط اقل ولا تساوي ولا اكبر؟ يبقى فيه هوريزونتال ولا مفيش؟ طب يبقى الهوريزونتال عند ايه؟ واي تساوي. يبقى أنا عرفت أدي خطوط التقارب للدالة أهي. محور الإكس ومحور الإيه؟ طب الدالة شكلها عامل إزاي؟ تعالى على اليمين. تعالى هنا. حط إكس بواحد.
الدالة تديك ايه؟ واحد. حط اكس باتنين نص. طب بتلاتة؟ طب مش عارف بايه، بايه، بكذا. يبقى الدالة ديت بتمس بتمس محور الواي، صح؟ وتمس محور الايه؟ وموجودة فوق ولا تحت؟ هل تحتمل شكل غير ده؟ مستحيل تحتمل غير ده، لانها لازم تمس ده عند الملا نهايه وتمس ده عند الملا نهايه وموجوده فوق. تعالى على الشمال، حط اكس بسالب واحد تديني ايه؟ سالب واحد. حط اكس بسالب اتنين يبقى الواي بايه؟ طب بسالب تلاته. والمفروض تمس ده ولا ما تمسوش؟ وتمس ده ولا ما تمسوش؟ هل تحتمل شكل غير ده؟ ايه رايكم بقى؟ فاكرين بقى واحد على اكس اللي انت كنت حافظها سهله هتعرف تجيبها. طب واحد على اكس تربيع واي بتساوي ايه؟ يعني نفس الكلام؟ اهي صح كده؟ تعالى ناحيه اليمين، حط اكس بواحد، حط اكس باتنين، حط اكس بثلاثه، حط اكس بنص، بربع. هل هتحتمل شكل ناحية اليمين غير كده؟ تعالى ناحية الشمال بقى، حط اكس بسالب واحد تديني ايه؟ واحد بالموجب بقى. حط بسالب اتنين، حط بسالب تلاتة. هل تحتمل شكل غير ده؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ ما انت عارف ان هي لازم تمس مين؟ ولازم تمس مين؟ وهي موجودة فوق ولا تحت؟ سهل. طيب نشوف مسائل اصعب شويه. طبعا ده هيبقى في الامتحان اساسي عليه اكتر من نقطه الاسيمبتوتس دي. واي تساوي 2 اكس زائد 1 على اكس زائد 1 لها خطوط تقارب راسيه. هاجي اقول لك كده، اكتب لي الفيرتيكال اسيمبتوتس فين؟ سمعوني. اكس تساوي ايه؟ لها هوريزونتال ولا انكلايند؟ لان درجه البسط تساوي درجه الايه؟ طيب يبقى الهوريزونتال فين؟ الهوريزونتال فين؟ واي تساوي، مش قلنا معامل اكس باكبر اس فوق على معامل اكس باكبر اس تحت؟ اول حاجه ترسمها في الرسم الاسيمبتوتس. تعال نشوف الاسيمبتوتس، ركز معايا عشان في ناس بتتلخبط في الرسم. الهوريزونتال عند واي تساوي ايه؟ واي تساوي ايه؟ الفيرتيكال عند اكس تساوي ايه؟ صح كده؟ قاعده. انت عارف الخطوط الزرقاء دي؟ شفت الضغط العالي اللي هو 66000 فولت اللي هو عندكم ابراج عاليه للكهرباء؟ بيبقى لها مجال مغناطيسي، لو قربت منها بتجذبك وتحولك لبودره كده، لشحنات سالبه وموجبه. وممكن تركن الشحنات السالبه على ناحيه والموجبه يبقى يلموك يعني. ففي ال 66 ده ما تقدرش تقرب منه. في الاقل منه ال 11000، في ال 220، في بقى الحجاره الصغيره دي بيبقى فيها كهرباء بسيطه قوي. الزرقاء دي بقى 66000 فولت. يعني المنحنى ممكن يقطعها؟ يلطها؟ لا. ما يلطهاش. يمس الخطوط دي عند المالا نهايه. بص يا سيدي، الخطوط الزرقاء دي قسمت السبوره او قسمت الورقه اللي عندك لكام جزء؟ لاربعه. خدت بالك؟ فهنيجي نمسك جزء جزء. اللي على اليمين هنا ده الزيرو، ده واحد، ده اتنين، ده تلاته. وهنا سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاته. نيجي على اليمين، يا ترى الدالة فوق ولا تحت؟
ازاي عرفت تحت ولا فوق؟ عوض في الداله. شوف بقى الفن بقى، عشان في ناس بقى يعني ايه بتتلخبط. حط اكس بزيرو، حط اكس بزيرو يا جماعه. واحد ده فوق ولا تحت الخط؟ صح كده؟ طيب حط اكس باتنين، حط اكس بواحد الاول، حط اكس بواحد تطلع بكام؟ 3/2. يعني عندي الواحد هنا 3/2، ال 3/2 اكبر. ما تقوليش عمرها ما تقع على الخط طبعا، ده ضغط عالي 66000 فولت. فوق ولا تحت؟ تحت. يعني هنا كده؟ طب حط باتنين، 5/5 يعني هنا كده؟ طيب حط بسالب نص مثلا. ها؟ سالب نص هتديك ايه؟ بصفر؟ يعني هنا كده. طيب هل في خلاف ان الدالة دي كده؟ حد ممكن ابن حلال يروح عاملها كده؟ يتبخر على طول ال 66000 فولت يخبطه ويوقعه، ولا يروح جاي عامله كده؟ هل ممكن يجي كده؟ حد عاقل يعمل الحركه دي؟ سهله كده الجزئيه دي يا جماعه؟ سهله ولا صعبه؟ نمسك شمال مين بقى؟ نمسك الربع ده بقى، يا ترى الداله فوق ولا تحت؟ حط اكس كده بسالب 2، حط اكس بسالب 2 كده، سالب 4 و1 يبقى سالب 3 فوق، وتحت سالب 1 صح؟ سالب 3/1 3، يعني فوق الخط ولا تحته؟ هنا كده. انت عارف ادام في نقطة وقعت فوق كل النقط يبقى فوق، يعني هل ممكن في نقطة تيجي هنا؟ يبقى وانا مغمض هيجي ازاي؟ مسكت تاني بقى، عملت جدول ولا عملت حاجة؟ اهو. ايه رأيك بقى؟ موضوع سهل. شفت خطوط التقارب مهمة ازاي؟ نشوف دالة تاني. نعم. نشوف مسألة. واي تساوي الدالة ديت، كلكم كنتوا بتسألوا فيها، مرسومة عندكم على فكرة. هنقول لك على السر بقى، في دالة كانت مرسومة عندكم 2 اكس تربيع على اكس تربيع ناقص 1 في شيت واحد، وكل واحد اللي هي الرسمة الغريبة متقطعة 3 حتت دي، تقريبا ما فيش حد فيكم لما سأل حتى عم علي الفراش عليه. طيب نيجي للدالة دي بقى، هل لها فيرتيكال اسيمبتوت؟ حد يعرف يدليني؟ الفيرتيكال، الله عليك، الفيرتيكال عند مين ومين؟ طيب هوريزونتال ولا انكلايند؟ هوريزونتال، لان درجه البسط في اسهل من كده. طيب يبقى الهوريزونتال واي تساوي ايه؟ كده كلام جميل. نقسم بقى كده. ناس بص يا سيدي، ادي اكس وادي واي، بنرسم اول حاجه الاسيمبتوت. الناس اللي بتتكلم نرسم معايا او تابع معايا. اول حاجه في هنا عند مين؟ عند مين يا جماعه؟ طب وهنا؟ ادي الاثنين الايه؟ الفيرتيكال. الهوريزونتال فين؟ مش ديت 2؟ يا نهار ابيض، ده شفت بقى، والازرق ده كله ضغط عالي 66، اوعى تلطه. بس الفيرتيكال قسمنا لهنا لقبل السالب 1، لبين السالب 1 والموجب 1، وبين الواحد للمالا نهايه. مش الفيرتيكال ده قسمهم لتلاتة، والهوريزونتال قسمهم لايه؟ يا تحت يا فوق. نمسك اول حاجه مثلا على اليمين،
حط اكس بكام؟ باتنين. حط اكس باتنين كده، حط اكس باتنين، ادي 4 في 2 ب 8 فيها 8 صح؟ ايه؟ 8 على 3 فيها كام؟ اكتر من الاثنين ولا اقل من الاثنين؟ اكتر من الاثنين، اكتر من ده صح؟ خد بالك بقى، ركز معايا. يبقى انت مبدئيا واقع هنا. طيب فوق ولا تحت؟ هل تحتمل شكل غير كده؟ مش هي لازم تمس ده وتمس ده؟ امال هتمسه ازاي يعني؟ هي تمسه غير كده؟ هو يجي غير كده؟ طب نيجي لقبل السالب واحد، حط بسالب اتنين، هو نفس الرقم تقريبا، يعني واقع فوق هنا مثلا كده. طيب هل تحتمل شكل غير ده؟ نيجي بقى للي في النص، هتروح فارض قيمة، مش دي الزيرو يا ابني؟ هتفرض، خد عند الزيرو، هتطلع بزيرو صح؟ طيب خد عند السالب نص، هتلاقي واقعة فين؟ خدها عند موجب نص، تلاقي واقعة فين؟ ارسم لي منحنى يمر بهذه النقط الثلاث ويمس المنحنيين دول، ينفع كده؟ طب هو يجي غير كده؟ الشكل ده مش اللي انتوا كنتوا بتشوفوه جاب لك اكتئاب؟ رسمه ازاي؟ رسمه ازاي؟ وماشي يكلم، انا قابلته ماشي في الطرقة، لسه هتاخده، لسه هاخده اه، بس اترسم ازاي؟ اترسم ازاي؟ هو عنده يعني حاجه في دماغه، هو معقول هيجي في يوم من الايام هيعرف يرسم المنحنى ده؟ ده انت بعد ما ترسمه صور الورقه 100 نسخه وامشي في الشارع بتاعك ووزعها عليهم، انا اللي رسم المنحنى ده. يعني عرفهم ان انت بتعمل حاجات حلوه، يعني انت برضو ايه؟ ما لازم الناس في بلدكم يعرفوا قدراتك الخاصه. شوف انا برسم حاجات عامله يخطر على بالك؟ شايف الموضوع سهل ولا صعب يا جماعة؟ سهل، انا مش شايف فيه مشكلة. طيب نشوف حاجة فيها انكلايند، اكس تربيع ناقص اكس على اكس زائد على اكس زائد واحد. طيب في فيرتيكال اسيمبتوت؟ في فيرتيكال ولا لا؟ عند ايه يا جماعه؟ اكس تساوي وانت مغمض. طيب في هوريزونتال؟ ليه بقى؟ درجة البسط. طيب في انكلاين اجيبه ازاي؟ اسمه مطول، برافو عليك. يبقى الانكلاين السمبتوت، لو انا مسكت قسمت على اكس زائد واحد، اكس تربيع على الاكس فالاكس، غير اشارة اللي تحت، الباقي يبقى كام؟ الباقي اتنين. ده خارج الاسم اهو يا جماعه، وده اسمه الباقي. قال لك يعني الداله دي اف اوف اكس هتساوي اكس ناقص اتنين زائد اتنين على اكس زائد، خليتها كده، ده اسمه خارج الاسم، وده اسمه الايه؟ يبقى الانكلاين واي تساوي اكس ناقص 2. يبقى انت جبت الفيرتيكال
وجبت مين؟ هيا بنا ايه؟ هيا بنا نرسم اهو. بص كده تعالى وقع بقى الاسمبتوتس. اكس تساوي سالب ايه؟ اكس تساوي سالب واحد. ادي الفيرتيكال اسمبتوت. الانكلايند بقى ارسم، حط اكس بزيرو، تدي واي بكام؟ طب حط الواي بزيرو، تدي الاكس بكام؟ واروح موصل ازاي؟ بص يا جماعة، أول حاجة لازم توقع عن الأسمبتوتس. يبقى جبت معادلة الفيرتيكال، معادلة الانكلايند. بص كده في كم منطقة؟ أدي واحد بين دول، اتنين، تلاتة، أربعة. نشم بقى يا ترى هما فين؟ تعالى بص يا سيدي، هنمسك امسك الفيرتيكال دايما واعمل يمين وشمال، وهو هيقول لك انا بمسك السالب واحد. عند السالب واحد هما الخطين دول بيتقطعوا فين؟ لما اكس بسالب واحد بيتقطعوا عند السالب ثلاثة تقريبا. حط اكس بسالب واحد هنا تديك سالب ثلاثة، صح كده؟ هنا عند اكس بزيرو مديها سالب اتنين. تعالى هنا حط اكس بزيرو، حط اكس بزيرو بزيرو. الله اكبر، كده اتضحت الرؤية. المنحنى تعرف ولا ما تعرفش؟ انت واقع فين؟ حط اكس بواحد، حط اكس بواحد كده، ها بزيرو برضه هنا كده. طيب حط اكس بتلاتة، عدي الخط كده، عدي الخط. الاول النقطة اللي على الخط دي الاحداثي واي بتاعها بكام؟ بواحد. النقطة دي احداثيتها كام يا جماعة؟ اللي وقع على الخط تلاتة بواحد، يعني تلاتة ناقص اتنين بواحد. طيب من على المنحنى بقى حط اكس بتلاتة، تسعة ناقص تلاتة ستة فوق، ستة على اربعة يعني كام؟ واحد ونص. الله، يعني واقع فين؟ هل المنحنى يحتوي غير كده؟ بالصفر قطع هنا مرتين، مره بالصفر يعني بص كده، صح كده؟ قطع الصفر كده مرتين. هل في احتمال يخبط في الخط الازرق ده يعدي؟ او يعدي ده؟ انا شبهته لك تشبيه 100 100، 66000 فولت، يعني اللي هيفوت هيموت على طول. طيب نيجي للجزء الثاني بقى، انت كده جبت يمين، يمين مين؟ طب ما تجيب الشمال بقى وهتتضح الرؤيه ان شاء الله. ان شاء الله خد عند سالب مين؟ هي النقطه اللي على الخط دي، النقطه اللي على الخط الاحداثي، النقطه دي احداثياتها كام وكام؟ سالب 2 وكام؟ سالب 2 وسالب 4. بتحط الاكس بسالب 2 هنا، مظبوط كده يا جماعه؟ حط بقى في المنحنى سالب 2. ها؟ ها؟ كام يا جماعة؟ سالب 6، يعني فوق ولا تحت؟ هنا كده. اتضحت الرؤية ولا لأ؟ ولا كمل؟ مش يعني مبدئيا المنحنى واقع فين؟ يقدر لازم يمس مين؟ لازم يمس ده عند فين؟ ولازم يمس ده فين؟ يعني مبدئيا المنحنى بص لازم يبقى موجود هنا كده. وبعدين اروح جايبه بمنتهى السلاسه عامل ازاي؟ الله عليك، تسلم ايديك. يخطر على بالك في يوم من الايام كنت ترسم منحنى كده؟ يا نهار، يقول لك اترسب ازاي ده؟ ده عاوز برنامج يا عم.
ولا برنامج ولا حاجة يعني. بتجيب الاسمبتوتس وتعرف الدالة واقعة فين والدالة بتمس الاسمبتوتس. اوعى تقطع ابدا. انا شايف كده الموضوع الاسمبتوتس سهل لو جبنا فيه سؤال في الامتحان سهل. نشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.